fellow attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? مواجهة مرتقبة منتظرة قمة كبيرة كل شيء أصبح جاهز من أجل مباراة ممتعة هذا اليوم أي أجواء في مباراة اليوم أي حضور جماهيري كبير نأمل أن نشاهد مباراة ممتعة بالذات أنه الطقس اليوم رائع والسماء صافية كل شيء أصبح جاهز جو كورة يا جماعة في سودالي على تنفيذ الخطأ الحكم يخرج البطاقة الصفراء بدون تردد تيسودالي كرة جميلة فرصة للتسديد هذه انصري روعة 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 الكرة في المرمى يا إلهي كرة في المرمى ضربة أولى رائعة في هذه المباراة الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية روعة الاستلام هي من أعطت الهدف مظهر جميل لقطة لا تنسى هدف سينمائي لقطة خيالية وصورة فنية رائعة أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر راحت الكرة أملاح لم تلعب بالشكل الصحيح ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة هجمة مرتدة الآن يتعثر ويفقد توازنه يلعبها في المساحة تدخل جميل واعتراض أجمل ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة الآن فرصتهم للمرتدة استعادة الكرة سريعا تيسودالي كرة خطيرة أمامه مجال للتسديد كرة ممتازة انصري ربما لو مرت لكانت خطيرة دفاع رائع اليوم احتكاك بدني كبير التحام قوي بين اللاعبين هنا الكرة ملعوبة من مسافة والكرة تجاوزت الخط هنا يلعب كرة عرضية تيسودالي ممتاز في التمرير ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء There will be one minute added time. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول قدموا أداء كبير لمسات لمحات كروية رائعة مع الأسبقية في نهاية الشوط الأول جماهير راضية سعيدة بهذا الأداء هل ينجحوا في المحافظة بعد ذلك؟ هذا السؤال كبير هم عليهم أن يجيبوا
Substitution for Morocco. Number 22. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وياكم إثارة كبيرة. صدمت الكرة في العارضة. يستعيد الكرة سريعا. ما الذي حدث هنا؟ انصري. يا له من تصدي من حارس المرمى. انصيري ظن أنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. الركنية الأولى في المباراة. المغرب ممكن يستغل هذه الفرصة. هذه هي كرة القدم. عدت الكرة. بوفال يبعد الكرة عن المرمى. لديه حلول كثيرة الآن ولا لديه فرصة. تمرير انصري موجود لإبعاد الكرة. الكرة طويلة جدا. الآن إمكانية المرتدة. أملاح. بوفال تمريرة جميلة. مسينا. إمكانية تسديد الآن. بوفال الكرة تضرب في القائم وترتد. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. بوفال ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. Substitutions taking place. ركنية هي الأولى في مباراة اليوم مقابل ولا ركنية في الجهة الأخرى. بإمكانه إبعاد الكرة. المغرب ما زال يحاول هجوميا رغم أنه متقدم في النتيجة. هذا يبرز شخصية الفريق وأفكار المدرب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق. بوفال إنقاذ غير عادي من حارس المرمى. الله على هذه المباراة. Substitution. الركنية الثانية في المباراة وحتى الآن منافس بدون ركنيات. إبعاد الكرة مطلوب هنا. اليوم الهجوم محاصر في مصيدة التسلل. الآن فرصة لقتل المباراة وحسم النتيجة في الدقائق الأخيرة. There will be 3 minutes added time. فاتت ومرت وصلت إليه في طريقة إلى انصري. قام بتحرك رائع للكرة لكن الخسارة لم يستفيد منها. انصيري لعب بأنانية بعض الشيء. لم ينجح في التسديد. انخطفت الكرة. بوفال وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي. صلابة دفاعية. جدار برلين. انصيري يحصل على جائزة رجل المباراة ولا خلاف على حقيته في هذه الجائزة بعد أن قدم أداء عظيما اليوم. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه. بالتأكيد ليلة كانت غير عادية. مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. كانت هذه نهاية المباراة سيداتي وسادتي. نشكركم على حسن المتابعة.